بسم الله <applause> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى بالأصول الثلاثة، الأصول ثلاثة، ثلاثة أصول، نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قبل أن نبدأ بالدراسة، عندنا أسئلة خمسة. إن زدك وعلى استمز الرام التب مستن ميل فيس كيزي السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ إزي من كيزي مست مكس مب بمتوحيدي. السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن الأصول الثلاثة؟ تيزكس مكس ولي زما يسلا رامته زي كل بوه الاستلست. السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة؟ كل مس كيزي مست مستن كل بوه الاستبت وستبه الاستلست. السؤال الرابع ما هي الثمرة؟ التي نجنيها أول الفائدة من دراستنا لهذا المتن المبارك السؤال الخامس الأخير محتوى هذا الكتاب يعني هذا الكتاب على ماذا يحتوي رامة نعم. نعم. اترك الكتاب السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد لأن الله خلقنا nii häid , sest Jumal on loonud meid selleks , et . keegi ükski pooleteist ei sisene paradiisi . ja Jumal ei võta vastu ühtegi tegu , kui selles ei ole tohi Jumala ainsust . see oli ka Jumala sõnumitoojate ja prohvetite sõnum . et saada rohkem häid tegusid . محو السيئات تكفير السيئات يا تبيه كده راه هل بنقصد ثم قد يسألك إنسان وأنت تمشي في الشارع مثلا في بلا قصيد كي جن أتكس كي كي يقول لك أنت موحد قصيد كسالة سجل لنا نيم لاينسوس تقول نعم أنا موحد مثل بتحد من لان يقول ما هو التوحيد بس كذب سنالت مس مسنسة توحيد مسنسة يوم الأينسس إذا قلت لا أدري هذا معناه أنك كاذب عندما قلت أنك موحد يا كوزيت لات سيديا سر عليك سيدنا أوس كوزا واسد زيدت ثم قد يسألك إنسان وأنت في الطريق يا بي بالك كذب كي يسأل كويس على التنا هل أنت مشرك كسلت بولتست تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك ما يلا ما يلا بولتست طيب ما هو الشرك

في دراسه التوحيد. نحن الان طلاب. الطالب لا يستطيع الدراسه الا بالرجوع الى اهل الاختصاص الى العلماء. فعندما رجعنا الى العلماء قال العلماء انه اول ما يبدا به الطالب التوحيد واول ما يبدا في التوحيد بهذا المتن المبارك متن الاصول الثلاثه، نعم. يا أبى لنا اساءه بدا ilma , ilma seda , ilma seda läbi õpetlaste tegemise , tähendab õppida uh, läbi õpetlaste ja õpetlased on soovitanud seda , seda raamatut ohida õppimiseks . kolmas küsimus . mis on need uh, kolm uh, põhilist alust al ? lühidalt kokkuvõtlikult öeldes on need küsimused , Luhida, kukku, küsimus ed, mida meie kõigiga , kes küsitakse hauas . كيف أن سينويسن وما دينك مثلا سينويسك ومن نبيك عليه الصلاة يا كيف سينو بروفيت هذه الأصول الثلاثه نردان بهم كل كل بهيل استلست ما هي الثمرة ما الفائدة من هذه الدراسة مثلا فيليب يسلا يبيم س قسو الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة كاسو يسلا سكو يبيم منيت كل ملست ثم عملنا بها يا تقص من عند ثم دعونا بحالة. إليها yeah, يا وصبرنا على العلم والعمل والدعوة يا yeah, äh, äh, ja ja ب... بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر من وهذا من أحسن الثمرات نعم <نقشن في الهدفع> <نقشن في الهدفع> <نقشن في الهدفع> الامر الخامس <applause> اي كتاب تقتني او لو اهدى اليك انسان كتاب ماذا تصنع في هذا الكتاب نعم <تصفيق> 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 تقرا مقدمه الكتاب وتقرا الفهرس اقل ما تقرا في الكتاب تقرا الكتاب كاملا هذا احسن شيء والا اقل شيء تقرا المقدمه وفهرست الكتاب محتوى الكتاب. نعم. برأيي من لقائات مديري الدراسة عملت أعقبها من نعم، هذا الكتاب يحتوي على أقسام خمسة. يا سرامة كوسفيست أوساست. المشاكل الأربعة. نيلي نيلي كوزيموس. والمشاكل الثلاثة. كل كل ولماذا ندرس التوحيد؟ ميكس ما بيما توحيدي. وشرح الأصول الثلاثة أسيرة القبر. والخاتمة. يا كوكو بتا. المسائل الأربع. أه نلي نلي جيزيموست. والمسائل الثلاثة. كولمالوستي كولم ندرس التوحيد؟ مكسب توحيدي شرح الأصول الثلاثة. كولمال أه بهي الوس سلت أمينة. وخاتمة الكتاب. يا كوكو إذا يعني هنا في الكتاب هذا سيكون عندنا

لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني السؤال الثاني, السؤال الثاني. لماذا ندرس هذا المتن المبارك؟ السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار قلنا أسئلة القبر On kolm, uh, seda alust, luhi, luhi on السؤال tis. الرابع ما هي الثمرة الإجابة عن أسئلة القبر uh, kysymus, السؤال الخامس محتوى الكتاب kysymus, uh, قلنا الكتاب يحتوي على أقسام خمسة yeah, كوسنب, uh, المسائل الأربع نيل uh, المسائل الثلاثة لماذا ندرس التوحيد؟ مكس ما في شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر كل ما بهي على الوساء سلطة منها هو سلطة خاتمة الكتاب يا رامة قوكبتها والله أعلم